فإننا ولا شك تماماً على غرار المثقفين جميعاً والمبدعين نعتبر صدور المرسوم الرئاسي حول القانون الأساسي للفنان من أهم المكتسبات الثقافية في بلادنا. لذلك يسعدني وبأسمى آيات الشكر أن أرفع أصالة عن نفسي وباسم السيدات والسادة أهل الفن والإبداع في الجزائر أعمق العرفان والشكر الجزيل إلى السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي أبدى حرصاً شديداً بكل ما يرتقي بالثقافة الوطنية، كما أولى فائق العناية بفئة الفنانين، وها هو على العهد والتزام السيد الرئيس يرتسم واقعاً مشهوداً بصدور القانون الأساسي للفنان، ممهوراً برعايته السامية وحرصه النبيل على أن يكون الفنان الجزائري الواجهة المشرقة لبلادنا داخل الوطن وخارجه. وحري بنا أن نذكر الالتزام 46 للسيد رئيس الجمهورية والذي ينص على تعزيز الثقافة والأنشطة الثقافية في بنده الخامس القاضي بتثمين مهمة مهنة الفنان وكل الفاعلين في المجال الثقافي وترقية دورهم الاجتماعي ووضعهم القانوني، كما نذكر بتعليمة السيد الرئيس بمناسبة اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 20 فبراير 2023 والمتضمنة ضرورة وضع آليات التكفل بالجوانب الاجتماعية لكل المبدعين الجزائريين على اختلاف مهنهم الفنية عرفاناً بما قدموه ويقدمونه من صورة جميلة عن الجزائر.